بلون الحزن خطت ريشة هذه الفنانة التشكيلية لوحة الحسرة، وأسقت تفاصيلها من وجع الفراق الذي تسببت فيه الحرب المندلعة في السودان. هي ورفيق دربها نزحا من الخرطوم تاركين وراءهما مئات اللوحات الفنية النادرة وآلاف الكتب القديمة، كحال معظم الفنانين السودانيين الذين قست عليهم الحرب كغيرهم في قرار التخلي عن إنتاجهم الفني من أجل النجاة بأنفسهم. وأنا طالعة ده اللي قدرت أشيله، لكن خلينا ورانا إرث، يعني فيه تجربة حياتك. يعني أي فنان تشكيلي بيكون عنده استوديو خاص به فيه تجربته، وبيكون زاخر باللوحات وزاخر بالكتب. يعني أنا نحن المكتبة اللي خليناها ورانا فيها قريب يعني أكثر من 2000 كتاب، أغلبها كتب عن الفن، وفيها لوحات لفنانين تشكيليين كبار ومعروفين. نزوح الروح، هكذا أطلق عمر خليل وزوجته فدوى على معرضهما الصغير بعد أن نزحا من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان منذ أكثر من 10 أشهر، وترجما رغبتهما في العودة مرة أخرى إلى مدينة الخرطوم في لوحات حملت بين ألوان طياتها شغف الروح للعودة إلى الديار. في نزوح يعني ده بيتم عبر الجسد من الأمكنة اللي احنا الواحد يعتادها إلى أماكن جديدة أكثر أمنا، لكن في نزوح آخر بعد ما تنزح، نزوح روحك المعاكس تجاه الأماكن اللي انت ألفتها. فده كان هو النزوح الروح اللي احنا الآن احنا تكلمنا عنه، اللي هو بعد ما احنا نزحنا جسديا أرواحنا نزحت عكسيا للخرطوم وللأماكن اللي احنا ألفناها وعشنا فيها. يعني فدي كانت الفكرة من المعرض. يعني وتبقى هذه اللوحات الفنية شاهدة على حرب سلبت من السودانيين ذكرياتهم، لكنهم يأملون في العودة إلى ديارهم يوما من الأيام. مي المهندس، الحدث.